التي تضم جوائزا عينية ضخمة وفخمة. للمركز الأول هناك سيارة رينج روفر في هذا الشوط، وبينما سيحصل الفائز في المركز الثاني على لاند كروزر ستيشن 8 سلندر، وفي المركز الثالث هناك أيضا جائزة عبارة عن سيارة نيسان بترول ستيشن. فهنيئا للمنطلقين في هذا الشوط، هذه الجوائز الكبيرة. إن لم أستطع نيل المركز الأول فسوف أعمل حسابي من أجل الوصول إلى المركز الثاني، وإن لم أستطع فهناك مجال ومساحة لي في المنافسة على المركز الثالث. إذا انطلقنا حفلنا الكريم مع هذا الشوط الرئيسي من أشواطنا لهذا المساء، شوط خاص بالحيل للمهجنات الأصايل، والمسافة هي 8 كيلومترات. ما أجمل الرقص مع الكبار، حضروا الكبار وجاءت الشعارات العملاقة لتتواجد وتضع بصمتها في هذا المهرجان. أبدأ هنا مع المركز الأول وأجد المقدمة مع انتصار في موقع الانتصار، تنطلق لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد هيان، يضمر انتصار محفوظ بن خميس الجنيبي. ولكن الشاهينية الآن تسللت بدورها وغيرت على حساب انتصار لتسيطر الشاهينية على المركز الأول حاملة شعار هجن الرئاسة، بينما المضمر للشاهينية هو السيد راشد بن محمد بالسم المنصوري. المركز الثاني انتصار، وفي المركز الثالث هنا الحذرة تتواجد في المركز الثالث، وحذاري من الحذرة سوف يكون لها نصيبا في احدى السيارات، هذا ما اتوقعه. هذه الحذرة اذا تحتل المركز الثالث لهجن الرئاسة، يضمرها السيد مبارك بن احمد بن ماجد الخيلي. بينما اتابع المركز الرابع لاجد صوغة تحتل المركز الرابع لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، ويضمر صوغة السيد مطر بن سيب بن لاحق الهاجري. وفي المركز الخامس وصلت ثرى لتنطلق هنا في المركز الخامس لسمو الشيخ سيب بن خليفة بن سيب بن محمد آن هيان، ويضمر ثرى سعيد بن مبارك الوهيبي. أما المركز السادس وصلت غرور الآن وانطلقت في المركز السادس لهجن العاصبة، يضمر غرور حمد بن راشد بن غدير الكتبي. أما المركز السابع فانطلقت فيه الصحراء لسمو الشيخ أو لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، ويضمرها مطر بن سيب بن لاحق الهاجري. المركز الثامن الدانة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ويضمرها عبد الله بن سالم المسافري. حصل دخول على المركز السابع الآن وتغيير من برهان انطلقت الآن، وهذه منافسة قوية يا برهان. تعود ملكية برهان لهجن العاصفة، يضمرها حمد بن راشد بن غدير. المركز الثامن وصلت عنيدة لهجن الرئاسة، ومعها أحد الفطاحلة أحد العمالقة الكبار عيسى بن سعيد الخيلي. المركز التاسع الآن أتابع الناوية لهجن الرئاسة، ويضمر الناوية عيسى بن أحمد الخيلي. وفي رصيد الناوية كأس، أعتقد نعم عرفناها، كأس اللقاية في رصيدها، وأيضا مع كأس اللقاية كاس الثنايا. هذه الناوية اذا تحتل المركز التاسع، انتظروا مفاجاتها. بينما المركز العاشر حصل دخول ايضا وتقدم من مزايا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم وعتيق بن سالم بالعرطي في التضمير. هذه نتيجتنا للمراكز العشرة الاولى المتقدمة. بينما اعود الى مقدمة هذا الشوط واجد الانتصار، ما زال مع انتصار، هناك انتصار تقود هذا السرب، تقود المجاميع وتحتل المركز الأول بانطلاقة قوية. ولكن شوفوا وتابعوا معي مشاهدين الكرام هذا الشعار العيناوي الذي ينطلق مع زعيم المضمرين مع محفوظ بن خميس الجنيبي. إذن هذه انتصار، ما زالت على المركز الأول، وما زالت في موقع الانتصار، ما زالت في موقع
النصر، وما زالت هي القوية، وما زالت هي البطلة، وما زالت هي النجمة. هذه إذا انتصار تحمل لواء المركز الأول وتنطلق وتندفع بكل ما أوتيت من قوة. انتصار لسمو الشيخ إذياب بن محمد بن زايد النهيان، وأيضا مرها الزعيم محفوظ بن خميس الجنيبي المركز الثاني. هنا مشاهدين الكرام اللي تحتل المركز الثاني الشاهينية لهجن الرئاسة، ويضمر الشاهينية المضمر المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. المركز الثالث هنا الحذرة لهجن الرئاسة، ويضمر الحذرة مبارك بن أحمد بن ماجد الخيلي. إذا انتصار والشاهينية والحذرة هم الآن في السيفتي سايد، هم الآن في المنطقة الآمنة، لأن الثلاثة المراكز الأولى لها سيارات ولها جوائز كبرى. اقترب الآن كما تقترب الأصايل من جسر العبور، وانتصار هي أول العابرات، ثاني العابرات الشاهينية، وثالث العابرات الحذرة. إذا ثلاثة أسماء هنا انطلقت في المنطقة الآمنة وأعلنت عن انفرادها وعن تشكيلها لكتلة المقدمة. هذه إذا المجموعة الأولى، بينما أعود إلى المجموعة الثانية وأجد من تتصدر المجموعة الثانية. برهان، هذه برهان إذا تحتل المركز الرابع. برهان لهجن العاصفة، ويضمر برهان الواثق حمد بن راشد بن غدير الكتبي. أما المركز الخامس أيضا هنا انطلاقة لهجن العاصفة ودخول أيضا لهجن العاصفة من خلال غرور غيرت على برهان وانتقلت إلى المركز الرابع، يضمرها حمد بن راشد بن غدير الكتبي. أما المركز الخامس أو المركز السادس الآن، شوفوا صوغة تنطلق الآن بالشعار الكبير، شعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، ويضمرها مطر بن سيب بن لاحق الهاجري. وفي المركز السابع انطلقت مزايا في شوط تتعدد فيه المزايا، هذه مزايا إذا تحتل المركز السادس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، أو لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. ويضمرها المتمرس عتيق بالعرط الحميري، أخذ المركز السابع. وهنا وصلت الناوية، هذه اللي في رصيدها كاسين، تحتل الآن المركز السابع ونواياها نوايا قوية، نواياها بالمنافسة على إحدى الجوائز الضخمة العينية. هذه نوايا إذن لهجن الرئاسة، يضمرها البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي. أما المركز الثامن تصل هنا ثرى لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف النهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي، مضمرا لثرى من تحتل المركز الثامن. وفي المركز التاسع تحركت عنيدة لهجن الرئاسة، يضمرها عيسى بن سعيد الخيلي. أما المركز العاشر فتصل فيه الصحراء لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، ومضمر الصحراء هو مطر بن سيب بن لاحق الهاجري ابن الصحراء. هذه نتيجتنا، وكيلو ونصف الكيلو هي المسافة المتبقية على خط النهاية. انتصار، انتصار اعلنت الانطلاق وقادت الشوط من البداية، وتريد ايضا ان تنهي المسيرة وهي ناجحة في هذه المهمة. اذا كلفت بالمنافسة على المركز الأول، وهي الآن تنتصر انتصار، تنتصر أمام جماهيرها، وتقترب الآن من حزام الأخضر، من حزام الغابات. إذا انتصار لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان، ويضمرها محفوظ بن خميس الجنيبي الزعيم. يتزعم المشاركين الأخير، وانتصار منطلقة مندفعة في المركز الأول. تحركت هجن العاصفة هنا تحركا قويا من خلال برهان وغرور على المركزين الثاني والثالث. أما المركز الثالث الرابع فهنا تنطلق فيه الحذرة لهجن الرئاسة بقيادة مبارك بن ماجد الخيالي، وعود إلى انتصار. هذه انتصار من البداية، كانت عنوانا قويا، وكانت هي عنوان الصدارة. ها هي الآن أيضا الصدارة تعنون باسمها، انتصار في المركز الأول.
يا غرور، غرور الآن تحركت، أخذتها الغيرة، تريد أن تكون منافسة على المركز الأول، ولكن هناك الصدارة مع انتصار، البداية مع انتصار، أيضا أتوقع أن تكون النهاية مع انتصار. إذا انطلقت من جديد، انطلقت من أجل الانتصار، انتصار الانتصار لانتصار انتصار. إذا تحقق الجائزة الكبرى، تحقق الفوز، تحقق النجاح، تحقق الانتصار. تهانينا لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان، تهانينا أيضا للمضمر الزعيم محفوظ بن خميس الجنيبي على انتزاع انتصار للرنج روفر المركز الثاني، جات في عنيدة وخرتها يا عيسى. تهانينا أيضا لهجن الرئاسة وللمضمر عيسى بن سعيد الخيلي على فوزه بتويوتا الستيشن الثمانية سلندر المركز الثالث، والنيسان البترول ستيشن كان مع غرور لهجن العاصفة. أما المركز الرابع فجاءت فيه الناوية لهجن الرئاسة، والمركز الخامس كان من نصيب صوغة لسمو الشيخ حمدان بن راشد، أو لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. مشاهدين الكرام، إذن تهانينا للفائزين بالمراكز العشرة الأولى، وتهانينا أيضا لمالك انتصار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان. ها هي لحظة الوصول ولحظات التوقيت الزمني 12 دقيقة 54 ثانية، ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان، والتهاني للمضمر محفوظ بن خميس الجنيبي على فوز انتصار وتحقيقها للرنج روفر المركز الثاني. جاءت في عنيدة وتوقيت عنيدة 12 دقيقة 55 ثانية، ثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة، والتهنئة للمضمر عيسى بن سعيد الخيلي على فوزه بالتويوتا الستيشن. أما المركز الثالث فكان مع غرور، وتوقيت غرور 12 دقيقة 56 ثانية جزء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة وإلى مضمر غرور حمد بن راشد بن غدير الكتبي من انتزع المركز الثالث، وأيضا الجائزة التي رصدت وقدمت للمركز الثالث نيسان بترول ستيشن. شوط جديد ينطلق، وأنقل